تهنئ جامعة فلسطين التقنية خضوري طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتقدم لهم عبر عمادة التعليم التكاملي فيها مجموعة برامج أكاديمية عملية تؤهلهم للعمل فور أو قبيل تخرجهم بالتعاون مع شبكة شركاء العمادة من المصانع والشركات والمؤسسات. يندمج الطلبة فيها ضمن تجربة عمل مؤمنة طويلة المدى وتزودهم بخبرة تفوق ما يكتسبه نظرائهم من خريجي البرامج الأكاديمية الأخرى. تطرح العمادة 9 برامج أكاديمية، 4 منها ضمن تخصصات البكالوريوس و5 ضمن الدبلوم، حيث تقدم خطط تدريبية متكاملة لبكالوريوس هندسة السيارات والهندسة المدنية وهندسة العمارة والمحاسبة والتدقيق، بالإضافة لبرامج دبلوم التكييف والتبريد، التسويق وتنشيط المبيعات، الأتمتة الصناعية، المحاسبة التقنية والتصميم الداخلي والديكور. يقبل الطلبة في برامج العمادة وفق معايير تراعي مهاراتهم الاجتماعية والحياتية، وتتابع العمادة تدريب طلبتها عبر نظام تقييم متكامل يشمل مشرف تدريب مباشر في العمل بالتنسيق مع مشرف أكاديمي بالجامعة يتابع تدريب الطلبة ويزورهم ميدانياً لضمان تدريب عالي الجودة. يتلقى فيه الطلبة ملاحظات وتقييماً أكاديمياً ضمن مساقات معتمدة. تؤهل العمادة طلبتها لتولي أي شاغر وظيفي يتطلب خبرة سابقة، ونجح العديد من خريجيها بتولي وظائف في مواقع تدريبهم سابقاً. بإمكانكم الآن زيارة موقع العمادة الإلكتروني للاطلاع أكثر على برامج العمادة وقصص نجاح طلبتها. عمادة التعليم التكاملي، نكمل العلم بالتجربة والعمل.